مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه الجمعه من برنامج 60 دقيقه، كل دقيقه تفرق. احنا اتفقنا ان في حلقه الجمعه من كل اسبوع هنركز على محور من محاور السياسه الخارجيه المصريه. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن العلاقات المصريه الامريكيه، النهارده هنتكلم عن العلاقات المصريه الافريقيه. لكن قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، زميلنا العزيز عوض الغنام موفد قناه إكسترا نيوز إلى الأراضي المحتلة وتحديداً إلى قطاع غزة، عيشنا في أجواء صلاة الجمعة النهاردة في مساجد وشوارع غزة الحبيبة، واللي شهدت احتفاء من نوع خاص بمصر بلد وشعب وقيادة. خلونا نشوف تقرير زميلنا عوض الغنام من غزة ونرجع نكمل كلام. أكثر بلد عربي، ولا نقولها مجاملة، قدم لفلسطين وأهل فلسطين مثل ما قدمت مصر من شهداء ومساعدات كان آخرها أسطول الإسعافات وأسطول الناقلات والجرافات والآلات الميكانيكية التي قدمتها مصر. وهذا ليس غريبا على مصر رئيسا وحكومة وشعبا، ليس غريبا عليهم، وليس غريبا أن تتولى مصر إعمار قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة الرابعة، وليس غريبا على مصر أن تقدم 500 مليون دولار إلى قطاع غزة وأهل قطاع غزة. ولسان الحال يغني عن لسان المقال، مصر لها دور نوعي تاريخي في القديم وفي الحديث. أول شيء احنا نشكر جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعبا فردا فردا على ما قدموه من خدمة إلى الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة. ورغم احنا نتفهم الضغوطات التي تمر بها جمهورية مصر العربية من الأعداء المتكالبين في جميع أنحاء العالم إلى أنهم يخربوا القضية الفلسطينية وجمهورية مصر العربية، لكن الحمد لله رب العالمين، قيادة وشعبا وحكومة نهضت مصر وكانت لها البصمة الأولى في العدوان في 2021 على قطاع غزة بفتح المعبر. وأول شيء عملت تسهيل للجميع الجرحى إلى معالجتهم في جمهورية مصر العربية، واستقبلوهم استقبال الأبطال. نشكر مصر، ومصر دائما حضنانا، دائما معانا، ودائما بتشد أزرنا، بتدعمنا يعني. ولا بننساش كمان الشهداء المصريين اللي استشهدوا فلسطين على مدار السبعين سنة هذولا. أي نعم، احنا بنشكركم كلكم، بنشكر الشعب المصري، قياده وشعب وحكومه وجيش وارض وشعب وكل شيء. حفظ الله مصر وادام عزها، وحفظ الله كل بلاد العرب، كل الدعم لاهلنا في فلسطين الحبيبه. شكرا زميلنا عوض الغنام مره ثانيه على الشغل الجميل دايما، وعلى ان انت عايشتنا في هذه الاجواء النهارده. حلقه النهارده: البناء من تحت الصفر، كيف أعاد الرئيس السيسي مصر إلى قارتها الإفريقية؟ نشوف التقرير ده ونبدأ حلقتنا.
اهلا بحضراتكم من جديد. لما الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن في 15 مارس اللي فات اننا على اعتاب مرحله تاريخيه جديده بدخول عصر الجمهوريه الثانيه او الجمهوريه الجديده، كتير من الكتاب والصحفيين والباحثين وانا واحد منهم سعوا لفكره تاصيل المفهوم ده، وكان من ضمن السعي هو البحث في كل ما يمكن اعتباره كده المكونات المصرية، يعني السياسة الداخلية والسياسة الدولية، التنمية، التخطيط في كل القطاعات، للإجابة على أسئلة تستحق يعني الإجابة عليها فورا، وهي أين كنا؟ أين نقف؟ إلى أين نتجه؟ الأسئلة دي تبدو بسيطة لكن لما تشتغل عليها هتلاقي إنها تحتاج إلى بحث وتدقيق شاق، يعني امتلاك لأدوات المعرفة. لكن على رغم صعوبة الأمر إلا إن طرقه واضحة جدا وبالذات من الناحية المعلوماتية على الأقل، بمعنى إن قدامك دلوقتي وحضرتك قاعد في بيتك قواعد بيانات واضحة ومتوافرة تقدر تساعدك، زي مخطط التنمية الاستراتيجي لمصر، مصر 2030، زي خريطة مشروعات مصر اللي بتشوفها تقول فعلا عمار يا مصر، حركة بناء مهولة في كل شبر على أرض البلد. كمان لا نغفل مصادر أخرى للمعلومات زي مركز معلومات مجلس الوزراء، أيضا هيئة الاستعلامات اللي استردنا في بعض التقارير اللي عدناها في الحلقة لمجهودهم في الرصد والتحليل، ودي مناسبة أن احنا نشكرهم على هذا الجهد، أو زي ما أشرنا مثلا في حلقة أمس لبيوت التفكير المصرية وعلى رأسها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. ده غير طبعا صفحات المتحدثين في كل المواقع، يعني باختصار المعلومات متاحة، حرية تداول المعلومات بقت أمر واقع ومتاح لكل باحث جاد عن معلومة حقيقية دقيقة. بس وانت بتشتغل هتلاقي ملفات كتير مصر بدأت فيها من نقطة الصفر بعد ثورة يونيو، أو علشان نكون أكثر دقة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية. في ملفات تانية بيتم يعني العمل فيها استكمال لجهود سابقة. وهتلاقي في الملفات دي مثلا الرئيس بيقول إن إحنا بنكمل على شغل اللي قبلنا وبنطوره. في ملفات تالتة ودي فعلا البناء فيها جه من تحت الصفر. خلونا نطلع فاصل ونشرح لكم ليه البناء جه فيها من تحت الصفر. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن في طليعه الملفات اللي جه فيها البناء من تحت الصفر ملف بالغ الاهميه هو موضوع حلقتنا النهارده، وهو العلاقات المصريه الإفريقية. مش عايز حضرتك تنزعج من التوصيف، عارف إنك هتقول إن تاريخنا كبير في إفريقيا، هقولك طبعا عندك حق، بس التاريخ ده رصيد تم الارتكان إليه ولم يتم استثماره وتوظيفه وتوسيع نطاقه. يعني إيه؟ يعني العلاقات المصرية الإفريقية، وهنا أنا بتكلم على الصورة الكاملة مش بس دايرة دول حوض النيل رغم أهميتها طبعا الاستراتيجية. العلاقات المصرية الإفريقية من وجهة نظري مرت بمراحل مختلفة، فيها مراحل عنفوان، فيها مراحل نشاط، وفيها مراحل أدت إن احنا نقول إن احنا دلوقتي أو من بعد ثورة 30 يونيو ابتدينا من تحت الصفر. بس خلونا الأول نشوف تقرير بيتكلم عن تاريخ العلاقات المصرية الإفريقية ونرجع نكمل كلام. شكلت القارة الإفريقية عمقا استراتيجيا للدولة المصرية منذ فجر التاريخ. حرصا ملوك مصر القديمة على إرسال البعثات العلمية والتجارية لمعرفة مصادر المياه في دول حوض نهر النيل، إضافة إلى إفادة بعثة الملكة حتشبسوت الشهيرة إلى بلاد بونت للتبادل التجاري. وحينما طرق الاستعمار الغربي باب القارة الإفريقية في القرن التاسع عشر لم تكن مصر غائبة أبداً. أرسل الخديوي إسماعيل الجيش المصري إلى شرق إفريقيا
لحماية تلك المناطق من الصراع الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا. خضع ما يعرف اليوم بإريتريا والصومال وأوغندا وشمال إثيوبيا إلى الحماية المصرية سلما، وذلك بطلب من حكام تلك المناطق الذين طالبوا بوجود حامية عسكرية مؤلفة من الجيش المصري. أدرك الغرب أن غزو إفريقيا لن يتم دون احتلال مصر، وبالفعل فإن الاحتلال البريطاني كان مفتاح نهاية الحماية المصرية لشرق إفريقيا وبدء الاستعمار الغربي لهذه الدول الإفريقية الشقيقة. في الثلاثينات رفض وزير الحربية صليب سامي تسليم إيطاليا وثائق وزارة الحربية المتعلقة بإثيوبيا على ضوء معرفة القاهرة بنوايا روما في غزو أديس أبابا، كما رفض الملك فؤاد مرور الطيران الإيطالي من الأجواء المصرية لقصف الهضبة الإثيوبية. شهدت العلاقات المصرية الإفريقية نقلة تاريخية على يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث قدمت ثورة 23 من يوليو عام 1952 دعماً غير مشروط لحركات التحرر الوطني في القارة الإفريقية ضد الاستعمار الغربي والتدخلات الأجنبية. أصبح اسمه جمال عبد الناصر يتردد في القارة الإفريقية باعتباره رمزاً للتحرر الوطني. وكتب عبد الناصر في كتابه فلسفة الثورة أن سياسة مصر الخارجية يجب أن تتحرك في ثلاثة دوائر إقليمية، هي الدائرة العربية والدائرة الإسلامية والدائرة الإفريقية. شارك عبد الناصر في تأسيس منظمة عدم الانحياز عام 1961 لحماية الدول الإفريقية والآسيوية من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، كما شارك في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 والتي ضمت الدول الوطنية المستقلة، ومنظمة التضامن الأفرو آسيوي عام 1955. دخلت القارة الإفريقية مع منتصف الستينات مرحلة الحروب الأهلية بعد نهاية الاستعمار القديم. لعبت مصر حينئذ دور الوسيط لإنهاء تلك الحروب التي لاقت دعم واشنطن وموسكو على حد سواء، كما شاركت مصر في مهام حفظ السلام عبر إرسال القوات المسلحة إلى بؤر الصراع عبر قرارات أممية. حاولت الدعاية المضادة نشر فكرة ضعف الدور المصري في إفريقيا عقب رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، ولم يكن ذلك صحيحاً، إذ تجاوزت العلاقات المصرية الإفريقية سوء فهم القادة الأفارقة لمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات عام 77. استمرت مصر في دورها الإفريقي في السبعينات رافضة للعدوان الذي تعرضت له الصومال ومحاولة الاتحاد السوفيتي نشر الشيوعية في دول حوض النيل. كما ترأست مصر منظمة الوحدة الإفريقية عام 89 ثم عام 93، واستضافت مصر القمة الإفريقية في يونيو من عام 1993، ودعمت إنهاء الحرب الأهلية الإثيوبية عام 1991. ومع منتصف التسعينات غابت الدبلوماسية الرئاسية عن العلاقات المصرية الإفريقية، لكن دبلوماسية الدولة المصرية لم تغب عن المحافل الإفريقية. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في يونيو من عام 2014، استردت العلاقات المصرية الإفريقية حيويتها، وعادت الروح إلى العلاقات التي أصابتها الشيخوخة، وأصبحت القاهرة تستقبل شهرياً زعيماً إفريقياً في زيارة رسمية، حتى أصبح الرئيس السيسي ودون مبالغة المؤسس الثاني للدور المصري في القارة الإفريقية. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل اي حاجه حابب اشكر زميلي العزيز الاستاذ احمد ابو زيد على التعليق الصوتي في التقرير اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي، وطبعا زميلي الكاتب والباحث الاستاذ ايهاب عمر على الماده التحريريه والمعلوماتيه اللي جت في التقرير. بس خلونا نقول ما بين السطور حتى في هذا التقرير. العلاقات المصريه الافريقيه من ثوره يوليو الى ثوره يونيو مرت بمجموعة من المراحل كان فيها ثوابت ومتغيرات، ثوابت ومتغيرات تتعلق بمصر وثوابت ومتغيرات تتعلق أيضا بإفريقيا. يعني إيه؟ يعني دايما أبدا مصر تعتز بهويتها الإفريقية، دي ثوابت مصرية ودستورية الآن. يعني إيه كمان؟ يعني دائما أبدا إفريقيا ترحب بالحضور المصري، لكن في متغيرات. فترة الرئيس عبد الناصر مثلا، مصر تولت
أو الخطاب السياسي المصري تولى مهمة الدفاع عن حق الشعوب الإفريقية في التحرر من الاستعمار ودعم بقى حركات التحرر في القارة الإفريقية. يعني الجمعية الإفريقية اللي في الزمالك على ما أعتقد في شارع أحمد حشمت في الزمالك دي لوحدها تاريخ، جزء من تاريخ إفريقيا. يعني بعد نكسة 67 انشغلت مصر بالهم الداخلي وهي مهمة تحرير الأرض. يعني في الفترة من يونيو 67 حتى أكتوبر 73 موعد النصر العظيم ثم استكمال المعركة بالتفاوض وصولا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 79. بعد بداية مفاوضات السلام سنة 77 وصولا للاتفاقية في 79، يمكن التقرير أشار للنقطة دي، عدد من المفكرين والكتاب المنتمين لليسار المصري أو المحسوبين على اليسار المصري زعموا إن السلام كان سبب في إن مصر تفقد تأثيرها في إفريقيا. طبعا دي وجهة نظرهم لكني بختلف معاها تماما، والأسباب شايفها يعني منطقية، يمكن التقرير أشار ليها، ولذلك بعتبرها أكتر من وجهة نظر منطقية إن هي تصفية حسابات مع الرئيس السادات الله يرحمه، زي إسقاطات كتير حصلت في مسائل أخرى تتعلق بيه، لكن مش ده موضوعنا. القصة كمان إن إفريقيا بدأت تتغير، انتهت الحاجة إلى التحرر والاستقلال وبدأت الحاجة الملحة للتنمية، خاصة أن يعني عدد من الدول الشقيقة في القارة الإفريقية دخلت في حروب أهلية استنزفتها، وده في فترة الثمانينات والتسعينات. الفترة دي كان النمط المصري كالآتي: موضع ثبات على المكتسبات، أنا بتكلم على الثمانينات لحد منتصف التسعينات، يعني ثبات على المكتسبات، وبعدين من منتصف التسعينات لحد يناير 2011 الدور المصري في أفريقيا عرف ما يعني مصطلح ممكن نسميه الحضور الغيابي، بمعنى أن الدولة المصرية والمؤسسات الفعالة في الملف الإفريقي بتشتغل لكن غابت الدبلوماسية الرئاسية. الموضوع ده بدأ يؤثر بشكل سلبي على سيكولوجية العلاقة مع الأشقاء في إفريقيا، لأن إفريقيا والقادة الأفارقة بيفرق معاهم كتير جدا الدبلوماسية الرئيسية، العلاقة المباشرة بين رئيس ورئيس، لأنهم يعني بيعرفوا معنى الكبير زي أهلنا كده في الصعيد أو في الريف، زي ما هم بيقدروا كمان الكبير كده الحال في أفريقيا بنفس الطريقة. يمكن علشان كده أي حد غطى من الزملاء قمم للاتحاد الإفريقي لازم هيلاقي في جدول الأعمال إنها بتبدأ باجتماع خاص لعدد من القادة تحت مسمى الحكماء. بعد 2011 طبعاً حدث خلل مرعب على كل المستويات. الخلل المرعب ده تحول لكارثة نسفت الحضور المصري في القارة. الكارثة دي إمتى؟ بعد وصول الإخوان للحكم وفترة الحكم الأسود اللي قعدوها في مصر. يكفي بس أني أقول لحضرتك وقعتين ما يعملهمش في مصر إلا تنظيم عميل. الواقعة الأولى طبعا كلنا عارفينها، لما تم تناول ملف سد النهضة بتعبيرات لا تصدر إلا عن مخرفين، وتبين مستوى العصابة اللي كانت فاكرة إنها خطفت مصر. الموضوع اللي تم بثه على الهواء يعني مباشرة، يعني الموضوع ده للأسف وضع مصر في خانة الدولة العدو، خانة الدولة العدو للتنمية في القارة الأفريقية. الواقعة التانية، ودي مش كتير بيقفوا قدامها، لما واجهت مالي الإرهاب وخرج وقتها الموقف الرسمي المصري عكس توجه المؤسسات المصرية وعكس السياق الدولي وعكس أي عقل وأي منطق، وتم ترجمة الموقف باعتباره انحياز للإرهاب. في دبلوماسيين مصريين حضروا قمة إفريقية وقتها يعني كانت بالنسبة لهم ذكرى صعبة. طبعا ده كانت كارثة كبيرة وجريمة في حق مصر،
وده برضو يخلينا نقول الحمد لله على ثورة يونيو اللي حررت مصر، لكن كانت مهمة البناء ان احنا نعيد بناء علاقاتنا مع افريقيا بالغة الصعوبة. انت بتبتدي من نقطة الصفر او من تحت الصفر فعلا، من اول عودة عضويتنا في الاتحاد الافريقي وصولا لتواجدنا غير المسبوق في القارة كلها. علشان كده لما تيجي تبص للملف ده وانت بتشتغل عليه هتلاقي ان الإدارة المصرية تعاملت مع الملف بنفس السياق اللي عهدناه في معالجة الرئيس السيسي للمشاكل بشكل عام، اللي هو بيدخل على المشكلة من جدرها وتتبني صح، زي مثلا مشكلة الكهرباء مثلا كده. ده اللي حصل في ملف علاقاتنا مع إفريقيا، علشان كده بنقول إنه بناء من تحت الصفر. ممكن تسأل نفسك دلوقتي زي ما ناس كتير كتبوا على السوشيال ميديا، انت ليه ما بتتكلمش عن سد النهضة؟ هقول لحضرتك حاجة، سد النهضة هو تحدي بكل المقاييس، تحدي للدولة المصرية ولينا وللشعب المصري وللأمن وللسلم الدولي، لكن الدولة المصرية قادرة على إدارة سياقه بما يحقق مصالحها. مصر كل يوم بتكسب أرض جديدة وتمتلك أدواتها وتمتلك القدرة، وإن شاء الله هنعمل حلقة خاصة قريباً عن سد النهضة بمعلومات واضحة، نتمنى أنها تكون إضافة ما تبقاش مجرد تكرار لكلام، وإن شاء الله هيكون فيها مختصين، لأن ملف مياه النيل من القدسية التي لا يصلح معها، أنا آسف، حديث المصاطب، وما ينفعش حد يتكلم فيها غير مختص مهما كانت النوايا طيبة. خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. أهلا بحضراتكم من جديد، جينا للجزء الثاني من حلقتنا وهيبقى حوارنا مع الأستاذ محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وأحد المتخصصين في ملف إفريقيا، وليه أكتر من ورقة بحثية عن الدائرة الإفريقية بشكل عام. منور 60 دقيقة يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا على النظارة بقى، أنا شايف كويس. تمام. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أستاذ محمود، إيه تفسيرك إن الاهتمام المصري بإفريقيا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل لهذه النقطة المتقدمة؟ يعني أنا قبل الفاصل كنت بقول إن تقديري إن تم معالجة مسألة وضع مصر في إفريقيا زي ما بنعالج كل مشاكل من جذورها. تمام. تقدير حضرتك إيه؟ طيب، يعني أنا هبدأ بس كده بإن أنا هقول إن إحنا مصر الفترة الأخيرة اتبعت استراتيجية لإعادة إحياء الدور المصري في إفريقيا من جديد. يعني لو بنتكلم عن منذ تولي الرئيس السيسي لمنصب الرئيس واستعاد تاني أو رجعنا تاني للاتحاد الأفريقي، وبعدين تولينا رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 وما كانتش رئاسة تعتبر شرفية، يعني الدور المصري اللي حصل وقت الرئاسة بنتكلم على رئاسة حقيقية للاتحاد، يعني احنا عملنا جهود، عملنا حاجات على أرض الواقع فيما يتعلق بحاجتين. يعني لو هنقول على دور مصر في أفريقيا بشكل عام، احنا هنتكلم عن النقطة الأولى هي بناء السلام، النقطة الثانية هي تحقيق التنمية الحقيقية. طيب، بناء السلام ناخدها محور محور بقى. تمام، أوكي. لو بنتكلم على بناء السلام فإحنا بنتكلم على المبادرة الأولى هي مبادرة إسكات البنادق، احنا عملنا إعادة إحياء ليها تاني من جديد، هي طرحت في 2013 ولكن الناتج بتاعها في النهاية كان يعني لا يذكر. رجعنا تاني في 2019 عملنا إحياء للمبادرة، مجلس الأمن طلع قرار وقت خاص وقت رئاستنا للاتحاد، وقت رئاسة مصر للاتحاد القرار. لاحظ حاجة أن قبل 2019 إحنا كنا أعضاء في مجلس السلم والأمن تابع للاتحاد. إحنا ترأسنا مجلس السلم والأمن ثلاث مرات، مرة في 2016، مرة في 2018، ومرة في 2020. يعني ما فيش حاجة صدفة. لا، ما فيش حاجة صدفة، يعني ما بتكلمش في حاجة صدفة. احنا بنتكلم دلوقتي على استراتيجية مصرية لاستعادة الدور المصري في أفريقيا من جديد، ده في مبادرة سكات البنادق.
مبادرة إسكات البنادق كانت في الأول. طيب. يعني إحنا بدأنا في محور بناء السلام. بناء السلام. طيب الجزء أو النقطة الثانية في محور بناء السلام تاني في أفريقيا، إحنا عندنا مساهمة قوية جدا في قوات حفظ السلام في أفريقيا. صحيح. يعني من أكثر دول العالم تقريبا. بالضبط. إحنا يعني إحنا بنتكلم عامل. بمشاركة المشاركة بتاعتنا بتاعت مصر في قوات حفظ السلام حاليا الموجود 3200 فرد من القوات المسلحة ومن الشرطة المصرية. تمام. طيب اليو إن بتقول كام؟ بتقول إن إحنا منذ يعني مشاركتنا في قوات حفظ السلام احنا عدد المصريين اللي شاركوا حوالي 30 ألف مصري شاركوا في قوات حفظ السلام. وعلشان كده قبل ما حضرتك تشرفنا كنت بقول ان ناس كتير بتقول ان مصر ما كانتش موجوده في افريقيا، لا احنا غابت الدبلوماسيه الرئاسيه وغابت الاستراتيجيه في وقت من الاوقات، لكن الدوله المصريه نفسها كانت موجوده. كانت موجوده بالظبط. بالظبط. النقطه الثالثه يعني هنتكلم بقى على اللي حاصل في افريقيا. للاسف الصراع في افريقيا تحول من صراع ضد الاستعمار او صراع على الحدود بين الدول الى صراعات داخليه. يعني بمعنى ان احنا الصراعات اللي حاصله جوه افريقيا في الدول الافريقيه بقت صراعات عرقيه. صحيح. صراعات دينيه، صراعات ايديولوجيه، كل ده حصل جوه الدول، فبقى من الصعب ان انت تفصل بين دول لان هم كلهم مواطنين جوه الدوله الواحده. لو هندي مثال مثلا غير التهديد الخاص بانتقال الافكار المتطرفه ل الجماعات المسلحه. بالظبط. بالظبط. لا غير الجماعات المسلحه، الفكر المتطرف نفسه والجماعات الاسلام السياسي ودخولها في مناطق محدده في جنوب الصحراء اذا جاز التعبير. يعني تمام. يعني احنا بنتكلم عن اكبر تنظيم مصنف اخطر تنظيم ارهابي هو بوكو حرام في افريقيا. صحيح. فالصراعات دي كلها كانت بتتطلب مننا اننا نتدخل علشان نغير طبيعه الصراع ده او ان احنا نحاول نسيطر عليه. احنا نجحنا جزئيا في وقف الصراعات دي. لو هنتكلم على جهود الوساطة بنتكلم على جهود الوساطة في السودان، بنتكلم على جهود الوساطة في جنوب السودان، بنتكلم على جهود الوساطة في ليبيا، على اعتبار ان هم يعني الدول دي هي الامتداد الاستراتيجي للأمن القومي المصري. بس غير كده حتى احنا كمان بنشوف يعني بعض الدول الإفريقية بينزل الخبر ان ده لما رئيس السيسي بيزورها بيتقال او رئيس مصري يزورها الزيارات او اول الزيارات رئيس طبعا. مصري يزور هذه الدوله من 50 سنه بنشوف ده في الاخبار. لو بنتكلم على غينيا تقريبا 54 سنه غياب. 54 سنه يعني ده كان رقم كبير جدا. بنتكلم يعني من جيبوتي اول مره رئيس مصري يزور في كذا دوله كانت اول مره يزورها السيد الرئيس. يعني ده كان غريب. فين الدبلوماسيه المصريه؟ فين الجهود الرئاسيه؟ الدبلوماسيه الرئاسيه الرئاسيه. نتكلم على مؤسسه الرئاسه. احنا فين كل الفتره دي؟ احنا ايوه يعني حصل عندنا دروب من 2011 ولكن رجعنا تاني نستعيد الدور ده. طيب هستاذنك هنشوف تقرير عن مصر وازاي هي شريك حقيقي في التنميه في افريقيا. نشوف التقرير ونرجع نكمل الحوار.
أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفنا كده التقرير، يعني بيان الحال يغني عن مليون مقال. الناس اللي بيقولوا إن إحنا ضد التنمية، أدي مصر وأدي اللي بتعمله مصر. وكمان علشان نبقى عارفين قد إيه بلدنا مهمة جدا للقارة الإفريقية، خلونا نستكمل حوارنا مع الأستاذ محمود سلامة الباحث في المركز المصري للدراسات السياسية. هاخد الجزئية الخاصة ب يعني مصر ضد التنمية، يعني احنا غالبا ما فيش حد بيتكلم عننا بالطريقة دي، يعني هو طرف واحد طرف واحد هو بس اللي بيحاول يدعي ده بالظبط. ان هو احنا بس هو المشكلة ان هو خطابه موجه للداخل عنده، هو بيحاول يجمع الداخل، يعني بغض النظر للأسف احنا عندنا البعض بيتأثر بالخطاب اللي هو يعني موجهه في الداخل عنده. ده بيان حال مصر في القارة الإفريقية. هستأذنك نرجع تاني للموضوع علشان وقتنا تمام. في محور بناء السلام، خلينا نروح للمحور التاني وهو التنمية الاقتصادية الحقيقية. تمام. طيب احنا في التنمية الاقتصادية، مصر يعني عايز اتكلم ان احنا دخلنا بقوة في التنمية الاقتصادية في دول القارة. حجم الاستثمارات المصرية في دول القارة في رقم معلن تقريبا 10.2 مليار دولار. 10.2 مليار دولار. طيب في رقم تاني معلن انه استثمارات مصر في دول حوض النيل فقط 12 مليار دولار. طيب على ذكر دول حوض النيل، في ناس كثيرة كمان بتغفل ان مصر بتقوم بمهمة قوية جدا في مسألة بناء الكوادر وتدريب الكوادر دي في كل المجالات، وما بتعلنش كتير على فكرة. احنا عندنا اللي اشتغلنا عليه من 2018 اعتقد ان هو في تدريبات بتتم لدول الساحل والصحراء، صحيح، علشان مكافحة الارهاب والتطرف. بمناسبة الساحل والصحراء كمان، مصر بعد 30 يونيو رجعت تاني تجمع الساحل والصحراء اللي هو يعني معروف بتجمع سين صاد، يعني لو حد قراه في جورنال ولا سمعها في تقرير كده، سين صاد دي اللي هو الساحل والصحراء. اتفضل يا فندم. التدريبات بتتم للقوات المسلحة أو قوات الشرطة علشان تكافح الإرهاب والتطرف. عندنا أكاديمية الشرطة كمان شغالة على تدريب الكوادر، معهد الدبلوماسي، يعني احنا كتير. عندنا أكتر من جهة بتدرب في كلهم في تخصصه، المجال الخاص بال ده بقى جزء الأرهاب. ده جزء بناء البشر، ده غير كمان البرامج المبادرات اللي اتقدمت للشباب الافريقي. هنتكلم على الشباب الافريقي. الشباب الافريقي بدات من يعني على ما اتذكر كنا في منتدى شباب العالم 2018، افتقدناه كتير. اكيد نتمنى ان احنا نرجع تاني يعني بعد كورونا، يعني من ندبات كورونا ان احنا افتقدنا منتدى شباب العالم، خسرنا المؤتمرات الشبابيه ومنتدى شباب العالم. بدأنا في 2018، الدعوة تمت لأن احنا يبقى فيه اهتمام أكتر بشباب القارة. أطلق برنامج خاص بالشباب الإفريقي في الأكاديمية الوطنية للتدريب. البرنامج كان بيستهدف أن احنا نعد تقريبا 1000 شاب كادر ما بين 25 لـ45 سنة. تم بالفعل تخريج 3 دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي. يعني احنا كده بالنسبة لي بقى عندنا سفراء بيتكلموا بلسان مصر في الدول الأفريقية. احنا نقدر نستغل ده مستقبلا او في الوقت الحالي كمان. احنا عندنا شباب عرفوا مصر، بالظبط، شافوا مصر وعرفوا مصر، عرف الوضع الحقيقي لمصر، عرف ان احنا ولا ضد تنمية ولا بنقف ضد الدول النامية او دول أفريقيا، او ان احنا يكون عندنا اي عداء للقارة، او ان احنا عندنا اي نوع من انواع التمييز ضد القارة بسبب اللون مثلا، زي ما بيتم الترويج. لاحظ حاجه كمان، يعني زي ما احنا كان في تقرير قبل ما حضرتك تتفضل بتكلم ان احنا برضو ازاي لتصفيه حسابات ما بين تيار سياسي وواقع سياسي حصل بعد اتفاقيه السلام 79، اتقال مثلا اتهمت مصر اتهامات في افريقيا من الداخل. نفس الامر احنا في اخطاء بنوع فيها مثلا في السينما، لما في حاجات من في التناول مثلا وحاجات من دي، وبيبقى ليها اثر سلبي. ده احنا عانينا منه فتره، يعني لو هنتكلم بشكل صريح عانينا منه فتره حكم البشير، ان هو بقى في حاله من يعني
احتقان عند الشعب السوداني بسبب التصوير اللي كان بيتم في السينما. يعني الشعب السوداني ده انت يعني سافرت السودان؟ لا لسه. لا انا سافرت السودان كتير. يعني انت لا يمكن تحس من الدول القليله لا يمكن تحس بغربه في السودان اول ما تحط رجلك في السودان. يعني لو هم يعني بيتفرجوا علينا لازم يعني نوصل التحيه لاهلنا في السودان لان السودان ده غالي عندي جدا من مستوى شخصي. يعني حتى عندنا كلنا الحقيقه غالي عندي جدا. طيب فكره الدوله الموديل النموذج اللي مصر قدمته للقاره الافريقيه ان بلد كانت بتواجه تحديات صعبه جدا وقدرت تعمل تنميه اقتصاديه متطوره ومعدلات نمو متطوره وتفتح صفحه جديده مع الشباب وتستوعب الشباب وتستوعب طاقات الشباب وتبقى مشهورة بالميجا بروجكت. فكرة الدولة النموذج دي اللي مصر وضعتها للدول الأفريقية كلها شايف تأثيرها عامل ازاي؟ ده يعني أنا بتكلم على النموذج المصري من بعد 2014 من أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية يعني حالة تقريبا يعني كنا وصلنا لحالة انهيار. كنا على وشك ان احنا ممكن البعض يصف مصر ان هي خلاص على وشك انها تبقى دوله فاشله. لا هو لا مش البعض يصف هو كان في تقديرات اقتصاديه ارقام يعني تصنيف ائتماني وحاجات كده يعني ما نجحنا في وقت قياسي ان احنا نرجع تاني مصر باقتصادها بمؤسساتها بانتشارها ودورها الواسع في افريقيا. النموذج ده يعني لابد ان احنا نساهم بدور كبير ان هو يتم تعميمه في دول القاره. هو رؤساء افريقيا لما بيشرفونا هنا في القاهره بنسمع في تصريحاتهم ان هو انا متطلع اني اشوف في بلدي مشروع زي اللي شفته في مصر يعني زي العاصمه الاداريه زي محطات الكهرباء وما الى ذلك. بنسمع أنا ده نقطه النجاح ان احنا خططنا ان احنا بقى عندنا خطه اسمها رؤيه مصر 2030. صحيح. بقى في طموحات بقى في برامج واليات للتنفيذ. انا يعني للاسف دول افريقيا ما عندهاش ده فاحنا محتاجين للاسف وصلنا للدقيقه 60 للاسف وصلنا للدقيقه 60 ومع الدقيقه 60 بننهي حلقتنا. لازم اشكر حضرتك استاذ محمود سلامه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. شكرا على الاضافات اللي حضرتك قلتها لنا في الحوار. شكرا لحضراتكم. وضحنا ولو جزء بسيط من حجم العمل المصري في إفريقيا. ما تخلوش حد يضحك عليكم ويقول لكم إن بلدكم مش موجودة في إفريقيا. نشوف حضراتكم على خير في الحاجة الجديدة إن شاء الله.